أول إشي أنا هذا قرار إن صح فلا يسيء لي ولا لتاريخي ولا لماضيي ولا لحاضري ولا لمستقبلي. أنا بالنسبة إلي سأبقى ملتزم بنهج هذه الحركة، نهجها القائم أصلا على أن لا تناقض إلا مع الاحتلال، وأن نعمل بالمشاركة التامة مع الجميع بالوحدة الوطنية. وهذه الوحدة اللي بقولها أنا التي يتضرر وتتضرر مصالح الكثير من هذا من إعادة اللحمة، لأنه يعيش بالشكوك، يعيش على الانقسام ويقتات من هذا الانقسام. لذلك أنا بقول أننا سنبقى الأوفياء لشهدائنا، سنبقى الأوفياء لمناضلينا، سنبقى الأوفياء لتضحيات شعبنا الذي قدم كل ذلك من أجل الخلاص من الاحتلال بوحدة، بوحدة أبنائه وبوحدة كل مكونات الشعب الفلسطيني. هل نرى فصل لفتح عن الشهداء شهدائها؟ هل نرى فصل فتح عن كادرها الأساسي والمؤسس والذي بنى هذه الحركة والتزم بمبادئها؟ هل نرى غدا قرار بفصل فتح عن شهدائها؟ أو نرى غدا فصل الشهداء بأثر رجعي؟ يبدو أنه هكذا، لأنه من المتنفذين اليوم، يعني يبدو أنه المتنفذين تتضرر مصالحهم من خلال العودة للجذور والعودة للأصل، ويكون المناضلين هم من يعبر عن نضالاتهم وعن تاريخهم، لأنه هنالك من يريد أن يستفيد من هذا التاريخ ويركب على هذا التاريخ ويستثمر هذا التاريخ لمصالح شخصية أو لمصالح علاقاته بالاحتلال. بالمناسبة يعني أول إشي أنا لحتى الآن ما بعتقد أنه القرار صحيح، بس إن صح هذا القرار فلا تفسير عندي إلا ما أقول، ما عندي تفسير آخر. لكن على من اتخذ القرار إذا كان هنالك قرار أن يفسر قراره للجماهير وللمواطنين وللشعب الفلسطيني حتى يكون للشعب الفلسطيني كلمته في هذا الموضوع.